اسمع الصوت، اسمع الصوت خلاص. أنا ومن المسرحية أركان الإسلام والطالبات الصف السادس نغم علاء، رجية بهاء، ملك عصام، سامة محمد، بنهان أحمد، كور الجماء الهاب. أنا الإسلام، أنا دين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا دين التسامح والعفو والأخوة. أنا الذي ختم الله به كل الأديان. أنا الإسلام وهذه أركاني الخمس. أنا أول أركان الإسلام. أنا كلمة التوحيد، أنا مفتاح الجنة، أنا من قيل عني في الأخبار أني أفضل الأفكار. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذه أختي. أما أنا فأعظم أركان الإسلام، من تركني ترك الدين كله، ومن أقام من أقام الدين كله. أنا عباد هذا الدين، أنا من فرضني الله في السماء وفرض واقي الأركان في الأرض. أنا الصلاة وهذه أختي. أما أنا فثالث هذه الأركان التي أدخل الفرحة والسرور على الفقراء والمحتاجين، التي أخرج بمال المنصورين دون أن ننقص مما لهم شيء بل ينمو. أظن أنكم عرفتموني. نعم أنا زكاة وهذا أخي. وأنا أيضا لي شأن عظيم في هذا الدين، أنا فرض على كل مسلم ومسلمة، أنا الذي جعل الله بفضله بابا في الجنة، اسمه باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، أنا صوم رمضان وهذا أخي. أنا هو حجب الدين الحرام، أنا هو الابن الخامس من هذا الدين، أنا فرض على كل من استطاع إلي سبيل، أنا من يرجع العبد بعد إقامتي مغفور الذنوب والخطايا، مغفور الذنوب والخطايا، مغفور الذنوب والخطايا. كله بيتسجل، كله بيتسجل.